السيد، والله بعض الأسماء صعبة بس أنا بحاول أقراها. السيد ماسا يوكي ميا موتو، هذا القنصل العام لليابان في جدة، يتحدث مع الزميل مين؟ ناصر القحطاني. الإخوة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الأستاذ وليد الفراج وأسرة برنامج الدوري مع وليد على هذه الصانعة الطيبة للتعليق على اللقاء الكبير والمرتقب بين فريق الهلال السعودي وفريق الياباني أوراوا ريد دايموندز في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا 2019. فإن أندية اليابان والمملكة من ضمن أكثر 3 بلدان فازوا بهذه البطولة من قبل، وأعتقد أن هذا يعكس الريادة والزعامة للبلدين في شرق وغرب القارة الكبيرة في هذا العالم، كما تعكس التطور البلدين في مجال الألعاب الرياضية وكرة القدم بشكل خاص. ونأمل أن يكون مستوى هذه المباراة على قدر تطلعات الجماهير نظرا للسمة الطيبة والكبيرة التي يتمتع بها الفريقان.